كيان السعودية يعني كنظرة عامة للسهم استراتيجية. المشكلة في كيان يا أخوان الآن هي ما هي مشكلة بصراحة، يعني هي ما هي مشكلة، بس أنا اللي يعني ضايقني شوية حاجة واحدة، إنه هذا الترند الصاعد الرئيسي من عام 2016 يعتبر بالنسبة لسعر كيان الآن بعيد. ولو عكسنا في كيان الآن، شوفوا هذه قناة يا جماعة من القنوات اللي عمرها 6 سنين وداخلين في السنة السابعة الآن في 2023 من 2016، لو أخذنا هذه الموجة وشفنا نسبة تصحيحها زي ما كنا نحلل البنوك، هذه الموجة تقريبا مصححة 61 فيبو ما شاء الله، والسهم محترم عاد في شهر ديسمبر نفسه، هذا قاع صدقوا كان في نوفمبر مو في ديسمبر، 10.80 ريال، هذا وصل 10.80 في نوفمبر. بصراحة هذا خط استراتيجي حلو، وهو كمان الحمد لله فوق خط استراتيجي تاني حلو، هذا كان أول قيعانه عند الإدراج اللي هي 11.5 ريال. الحمد لله كيان يعني نزل، تخيلوا زي موضوع إعمار واختبر مناطق تاريخية زي كده وارتد، الآن هو فوق 61 فيبو من الموجة وفوق متوسط 100 على الشهر عند 12 ريال، واليوم السهم 12.26. بالله عليكم لو واحد يا جماعة مشتراه 18 والسهم لو طلع من 12 ريال ل 18 50%، بالله هل يتردد في التعديل؟ إذا كان الهدف زي سوي زي أنا يا رجل أدخل ماركت وعدل 12 ريال وقريب 12 ريال، إذا كنت أنت إنسان عندك جبن يعني أقصد مو جبن وزيتون، جبن يعني خوف، وإمكانياتك المالية ضعيف، أنت بإمكانك لو عدلت بهذا الشكل تشرط على راعي كيان إنه ما يغلق شهريا فيك تحت 12 ريال، لو أغلق أسحبها وروح قل له أنا أبغى أخليك وقتها للعوز الكبير، العوز الكبيرة إنك تدخل المنطقة الميتة الجديدة، إنك توصل من 10.80 إلى قريب 10 ريال، وهذه هي اللي أنا أخشى إنه كيان ممكن يروح يسوي قاعين متجاورين ويسوي أو يدخل المنطقة الميتة دي يكسر القاع بشوية ويهمك. وهنا يا جماعة أنتوا تقريبا معناها بتلعبوا عند قيمتكم الدفترية قريب 10، يعني وكأنه اكتتاب جديد مرة ثانية. المشكلة إنه نحن ما نضمن، لكن إذا نبغى نعتمد على اللي قدامنا شايفينه، أنا شايف 12 ريال دعم جدا ممتاز، خاصة إنه نحن يوم كسرناه رجعنا فوقه، فصار الآن يتوافق مع منطقة 11.94 اللي هي منطقة 61 فيبو، فلو واحد عليه ب 18 هل يتردد؟ طيب لو جاء عدل ب 12 وما عنده إمكانيات يعني مالية يعني إيجاري العشر، أو عنده إمكانيات عفوا مادية إيجاري 10.80 أو 10 ريال، ماذا يقول من 12 ريال ل 10.80؟ صامدون، خلاص قفل، روح سيب الشاشة، حيوصل 10 ريال 80 حتلاقيه ب 12 ريال مرة تانية ومحديها ومسوي لك قاعين متجاورين. أنا أبغاك يا استراتيجي قوي قلبك، أنت ما أنت في مناطق غالية في كيان، أنت في مناطق محسوبة عليك قريب قيمة دفترية، عليك كيان ب13 ورقة، عليك كيان ب13 ورقة، نفس الكلام يا سهم، إذا أنتم مضاربين خلاص اجعلوا وقف الخسارة 12 ريال إذا ما لكم علاقة في الأمور الاستراتيجية، خلاص لا حد يبيع كيان هنا، أنتم في قاع البولينجر على اليوم، أنتم في قيعان موجة شهر فبراير، ما كسرتوا لسه حتى 12 ريال، شوفوا وصل 12 وارتد، يعني هنا كلها ترى مناطق دعوم على اليومي على الشهري. يعني السهم على رقم جابوا كم في الموجة دي 14 ريال و30، ليش الخوف؟ ليش القلق؟ لا تقلقون، الصبر طيب.